بعرف انه انت كتير زعلان من يلي صار، وبعرف انه انا سبب تعاستك هيدي. مش انتي السبب. بلا، انا السبب، انا السبب انك خسرت شغلك بشرم الشيخ وهون كمان بالقاهرة. انا السبب بكل شي صار معك، بس مش بقصدي. صدقني حبيبي، مش بقصدي. لا يا حبيبتي، ما تلوميش نفسك، انت مش السبب، وانا مش زعلان اني خسرت شغلي مع فاروق. انا زعلان عشان كنت فاكر صاحب بجد عايز يخدمني ويساعدني فعلا، بس طلع بيعمل كل ده عشان يوصل لك من طريقي. راجل ندل وجبان. تامر، انا ما بدي اياك ترجع تشتغل كموظف بشركة عمك. امال عايزاني اعمل ايه؟ بدي اياك تلم كل مصرياتك من السوق ونرجع نبيع البيت يلي اشتريناه بشرم الشيخ. معقول بسرعه كده؟ ما انا مش ممكن اعيش بمطرح عايش فيها المجرم فاروق. بده يلحقني ويأذيني وما بعرف شو بده يعمل فيي كمان. يأذيكي؟ انا اقتله قبل ما يمد ايده عليكي. مش هيك حبيبي، بدي اعيش انا وياك من اول وجديد حياه جديده، حياه كلها سليم. يعني ايه؟ يعني تاخذ المصاري يلي طلعوا لك من شركه فتحي وكل مصرياتك بالبنك، والمصاري يلي بعنا فيهم البيت بشرم الشيخ، منسكر البيت هون ومنسافر. منسافر على امريكا. امريكا؟ نروح امريكا نعمل ايه؟ نعيش هونيك، جرب نرجع نلاقي مستقبلنا هونيك. ازاي عايزانا نسافر ونسيب كل حاجه؟ اصحابنا وناسنا واهلنا. اهلنا؟ يلي بيسمعك يا تامر بيصدقك. مين اهلنا؟ ما امي راحت. مين في؟ عمك نبيلة، عمك التاني، مدحت ابن عمك، فاروق، عمر. كل الناس بتكرهنا، كل الناس بدها تأذينا. اسمع مني، خلينا نروح نعيش هونيك. اللي معه مصاري هونيك بيقدر يكبر ثروته أكتر وأكتر. أنت بتشتغل وأنا بشتغل، نعيش ببلد ما حدا بيعرفنا ولا نحن بنعرف فيه حدا. نتعرف على الناس اللي نحن بدنا إياهم، منعيش مرتاحين وبسلام. أنا خايف، خايف يا روبي. ما تخاف حبيبي، أنا معك، ما تخاف من شي. صار معي شغلة غريبة مايا تتعلق بكريم. كريم؟ شو بيه؟ وقت اللي اجا بده يقدم على الوظيفة عبى ملف وكتب فيه معلومات عن عائلته وأهله وضيعته. أنا عملت شوية تحريات عنه. تحريات؟ ليه؟ ليه؟ لأن بين إنه كل اللي كاتبه كذب. كيف؟ يعني حاطط اسم بي وأم وإخوات مش مزبوطين، حتى عنوان بيته مش مزبوط. كيف يعني؟ ما عم بفهم. يعني عنوان بيته في مرة ختيارة وبنتها من بيت سويدان، ما بيعرفوه، ما إلهم علاقة فيه. معقول؟ ايه معقول. كل المعلومات اللي حطتها عنه كذابة. حتى كريم طلع هيك كمان؟ ما عم بصدق. بدي واجهه قدامك وقدام اللي صار كمان. خليه يتحمل مسؤوليته قدام كل الناس اللي ساعدوه.